اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج نوم. اليوم راح نبين لكم كاميرا مميزة بانوراما فيش آي مقدمة من شركة تامس كان الكندية. مثل عندنا مشاهد هنا أنا اليوزر منو خاص بالكاميرا. مثل ما شاهد الآن الكاميرا بشكل جميل وعصري، كاميرا بانورامية اسم الموديل SME6IBBR20F. راح نبين لكم أهم مميزات الكاميرا. عندنا عدسة بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية تصوير 360 درجة للتنصيب السقفي وزاوية تصوير 180 درجة للتنصيب الجداري، تكون بفتحة واسعة بمقدار 2 ملم. ايضا تمتاز الكاميرا بوجود حساس تصوير ياباني صنع نوع سوني. تمتاز هذه الكاميرا ايضا بوجود ليد ثلاثي يحيط بمدار الكاميرا يكون بمدى 10 متر. ايضا تحتوي الكاميرا على سبيكر، تحتوي على زر التهيئة وايضا على منفذ المايك. ايضا تمتاز هذه الكاميرا بتصوير ليلي لمسافة 20 متر. يمكن استخدام هذه الكاميرا لاستخدامات الخارجية وذلك لاحتواء على الووتر بروف IP66 ومقاومة للطرق والصدمات IK10. ميزة مميزة بهذه الكاميرا امكانية تجهيز 14 مشهد من خلال عدسة واحدة. راح نبين لكم تجربة عملية لاستخدام الكاميرا في أحد منافذ البيع الخاصة بشركة الأسواق.